النقطة التانية، احنا مستمرين زي ما قلت في بداية الكلام مع هذه المؤسسات، ويمكن انتقل هنا لزميلتنا للاتحاد الافريقي. نحن مستعدين، وانا يمكن كلامي لما بدأت وكلمت عن الاتحاد الافريقي او كلمت عن الدول الافريقية ده في اطار التزامنا بان احنا وبنعتبره شكل من اشكال حقوق الانسان ان احنا نهتم باشقائنا في افريقيا، وان احنا نحسن من اوضاعهم ونحفز الاخرين على ان هم يقوموا بهذا الدور. وانا عايز اقولك لما اتحركنا في مشروعات هنا في مصر، صدقيني ما كانتش المشروع الواحد بيحقق هدف واحد. يعني لما تيجي تكلمي على مثلا مشروع البحيرات، تطهير البحيرات في مصر، ده مشروع يمكن واحنا بنعمله من 4 سنين وبنتحرك فيه، ما كانش حد متصور ان الموضوع ده. انا بتكلم على الناس البساط يعني في مصر، ما كنتش مهتم يعني ايه الموضوع ده هيتصرف عليه مليارات كثيره جدا جدا عشان نزيل حجم التعدي السلبي اللي حصل خلال 100 سنة اللي فاتوا. انا اقدر اقول لك ان النتائج مش فقط بيئيه، لا، النتائج اقتصاديه. وبالتالي انا عايز اقول لكم وانتم ادرى مني بده لان انتم اكثر علما واكثر خبره، اي مشاريع هتتعمل مش هيكون لها تاثير في اتجاه واحد فقط. لا، لما نيجي نتكلم على بنيه اساسيه في افريقيا مثلا، لا، ده حتى النهارده الناس اللي بتستخدم لما يبقى في كهرباء هيولعوا شجر؟ طب لما مش هيولعوا شجر هيبقى في غابات هتزال؟ طب لما مش هيبقى في غابات تزال يبقى المناخ بيتحسن ولا ما بيتحسنش؟ لا طبعا. فكل المشاريع وده كلامنا اللي احنا الكلام ده لم يتغير منذ 5 سنوات من 2015 وحتى الان مع كل المسؤولين الاوروبيين اللي اتكلمنا على افريقيا، وكان كلامنا سواء كان في مؤتمرات رسميه مرتبطه بافريقيا او ايضا في تناول موضوعات خاصه بالقاره. وانا بقول لكم كمؤسسات ووكالات مهتمه وعملها هو تحسين حياه البشر، افريقيا تستحق مننا كلنا ان احنا انتوا شايفين الصراعات اللي موجوده، وبالتالي كل ما الحال هيفضل كده الصراعات هتزيد والارهاب يزيد، ولما الارهاب يزيد هيأثر علينا كلنا. فاحنا انا اسف اقول يعني بيقولوا البيضه ولا الدجاجه يعني، لا، احنا نخش وزي ما قلت كده ونتحرك ونعمل برامج ونقلل كتير من الكلام اللي بيتقال مثلا طب الشفافيه طب الفساد، وده امر مهم انتوا عايزين تطمنوا عليه وانا معاكم فيه. طب خلاص، يبقى النهارده اقول لك تعالى اعملوا المشاريع دي على مستوى القاره بالكامل بشركات اوروبيه او بشركات عالميه تعمل الموضوع ده في القاره الافريقيه، وفي موضوعات اخرى كثيره جدا محتاجين نشتغل عليها، ويتقدم التمويل ويبقى في التزام من الدول عليه. مش عايز اكرر الكلام ده تاني، لكن عايز اقول لك ان احنا في مصر مستعدين لاي مش مشاركه فقط، وللدعم وللمسانده